يقول: هل يجوز مصافحة زوجة الخال أو العم؟ لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية سواء زوجة للخال أو للعم أو للقريب، لأن المصافحة النساء تدعو إلى الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة لا تحل له قط، وكان يبايع النساء بالكلام دون المصافحة، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط كما في حديث عائشة. فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه أو ليست زوجته. نعم.